يلا يلا. هلا مرحبا معلم، طلبيتك وصلت. ليش؟ صار لي ساعة بالأزمة يا زلمة. خمس دراهم سندويشة فلافل بدون فلافل؟ روح جيب لي مي. ما تناقش أشكالك هاي، أنتوا طول مدلعين لابس زهري. شو هذا؟ أقسم بالله مش طبيعي. روح جيب لي مي هلا أشرب وتلج. مي تلج؟ أو بس بلعب معك بالحارة. روح جيب لي هلا مي وتلج بعدين بنتفاهم. خمس دراهم تفضل. هذا مي، ليش حدا بديكور مي؟ جيب لي تلج، قلت لك تلج. وين رايح؟ ولا مكان. انا قاعد. انت اللي وين رايح؟ بصير ترجع بس كاسة المي والثلج. الله يخليك. يلا يلا ثواني ثواني. اسلم عليك. هاي المي طلع لبرا. بدي انام لي بس نص ساعة برجع لك. يلا يلا. طب بس الحساب نو؟ اوكي. حطنا الكرسي. شرب عندي سؤال مقرف لك. مقرف؟ آه. بعشق المقرف انا. الله هلا حتشوف جوابك. قرفني. لو خيروك. لو خيروها لو مش حافظ الباقي. واو. لو خيروك بين انه تشوف واحد كل يوم عم بيراجع طول حياتك. يا الله. شو بك؟ ليش تخاف نطط؟ يا سلامة. معقول تخاف نطط هالقد؟ ما بخاف بس متوضي. بتعرف حرام صراحه. انا اقتنعت. انت اقتنعت كثير. لو خيروك بين انك تشوف واحد كل يوم بيراجع قدامك اوكي لمدى حياتك، او انه تاكل المراجعه ليوم واحد وخلص بخلص الموضوع. ما بقى تشوف مراجع، يضل يراجع لي ليشبع كل يوم قدامك. كل يوم ما عندي مشكله بس اكل تفاح عليك. شكلك no? لا انت شو تقول؟ يراجع ان شاء الله مرتين باليوم. تبي حط نطعك الا قبل ما ارجع على الاردن اكون عامل لكم فيها طبخ. طب ممكن انا اسالك سؤال؟ شو؟ لو خيروك يقطعوا لك ايدك تاخذ 10 مليون دولار تقبل؟ نو. حلوان مني اليد الثانيه كمان. ما شاء الله عليه. انا لا صراحه بدي اصور فلوج. ما انت بتصور بايدك بينزل عنوان قطعت ايدي مقابل 10 مليون دولار. زياد مبدئيا صار له فتره ما طالع عندي بالقناه، فمش حاط لكم حسابه تحت لانه واحد ندل. رح يحطه هون تحتي، هون حسابي، فوتوا عملوا لي فولو على الانستغرام. حسابي هون رح يكون اوكي على اليوتيوب. اوكي اوكي ممتاز. اوه شوفوا مين معي هلا، احلى بيبي بالعالم ما شاء الله. طبعا جايز كل ما احمل بيبي شو لازم نعمل له؟ حركه سيمبا. يلا روحوا شو روح زمن يا حبيبي. هذا عمه مجنون عادي ما انا بس فهمني هذا كيف ابنك بالله عليكم؟ قال شوف الفرق عن جد. شوفوا هون بسم الله ما شاء الله. استغفر الله. اهربوا بسرعه. اهربوا. انا ان شاء الله سون حصير عندي بيبي. نعم. اه مين؟ ها شو؟ عفوا كيف؟ سؤال جاوبني عليه بصراحه. بصراحه بتجاوب عليه. ليش ما في وحده عم تستحملك؟ ليش انت هيك بتجيب اسئله بطريقه غبيه؟ انا بس بدي اعطيني نفس السؤال بطريقه ذكيه. مين قال لك انه ما في ولا وحده بتستحملني؟ هيك حاسس يعني. لا بس انا عم بختار الاختيار الصح، عم بستنى الوقت الصح. دقيقه كانك طولت صح. يعني نحن جابالنا هيك هلا انا واحمد نطلع ساره وسالي وهيك. ما في غير انت بتطلع هيك لحالك. انا ليك انا زعلان عليك. والله انا زعلان عليك. يعني بتحسه عسلامتك. بطلع لك اه بتحسه عسلامتك مثل كيس زباله بتحطه هيك على شرق. يعني والله ما حلوه مشانك. اوه شت اهانه. لا لا تعال تعال. والله ما بتحطه. والله ما بتحطه. والله احطه. والله بلعني والله افطاسي. والله العظيم اني بحبه عم بمزح. والله والله ما في منه. لا هو كيس زباله ولا هو ندل ولا هو كلب ولا هو حقير ولا هو في نعم. هذا المقطع اللي ما راح ينحط. لا 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 هداك ما. لا ما في. صحيح انك ندل. يو كيو رجعت لك انا ما شاء الله. على فكرة مو معبرك. مو خلودة؟ خلودة؟ لك خلص لك يا أخي دخلقه منك خلص. استنى أعمل لك أنت. صيني احكي لنا صيني. بس اعملوا ريفيرس يمكن يطلع معكم كلام. خلودة. لا 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 خذوا هذا صاير له شيء ما طبيعي. لا 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 جايز عم نحضر عرس زياد لما كان قاعد عم بيظبط حاله. ليك وين؟ هذا النقطة لحظة غيث لإلك غيث. ما ممكن هلا طلعنا من عند بيت سارة بدنا نروح على الصالة. سارة هي وفستانها جايبة فستان قد البيت، فأنا كيف حطيتها بالسيارة لسارة؟ أول شيء مسكت راسها حطيته جوا السيارة، مسكت لها رجليها حطيتهم قلب السيارة، بعدين ثلاث أرباع سارة ضل برا السيارة، شو عملت؟ مسكت الطرف السيارة مسكت الباب وعملت اه عريس مزوع. في مقطع كامل لزياد ببيته غير هيك. وين لا اه شخصيه اه اثنين زياد اه
جايز المقطع الجاي اللي حتشوفوه عباره عن شاب واللي هو اسلام قرر انه يطلع معنا بالفيديوهات وصراحه نحن حبينا لان حسينا انه نفس طريقه مزحنا فقلنا ليش لا خليه يطلع معنا بعتقد انه مسوي فيديوهات حلوه فاللي قلت له عليه انه تعال لعنا خليك انه تقعد معي وخلينا نعرف الناس عليك اول شيء نصور معك فيديو مشان يعرفوا انت مين بس بالحقيقه الموضوع مش هيك الموضوع انه بدي اعمل فيه مقلب فاتفقت انا وعمور قلت له انه خلينا نورجيه انه نحن جد سيئين بدون تصوير واللي هو انه خليت عمور يحكي تليفون على اساس انه معصب كثير كمان قلت له اوفر الموضوع يعني عملها زياده عن اللزوم فشوف شو كانت ردة فعله وكمان حط لكم حساباتهم تحت بالوصف اللي هو هاشم واسلام اذا حابين تضيفون لان حيطلعوا معي بالفيديو هالجاي يلا خلينا نشوف شفت البيت نور صح ولا غلط بامان من شعرك خفيت الضوء يفتح عيني صح اسلام بغني ايوه صوته زق ايوه بدنا اياك تسمعنا مقطع الله انت مدخلني يس بدك تدخل من اولته هيك جو اسلام كم عندك على تيك توك اول شيء دلوقتي عندي على تيك توك داخل 1,400,000 ايوه فالله. كيف حركات التيك توك اولنا اعمل لي حركه الله انا اصلا قبل ما تعلمت طلع روحي بس الحمد لله يعني اشتغلنا عليه شويه ايه رايك نضربه في الفيديو تياك تغني لي غنيه اكشن اوف التليفون بده يكون على تمام 5 سنين بدك تحكي لي نفس الحكي اقسم بالله غادي ترجع البيت اليوم والله غصب هاي لازم ياخد شلوت يطير من البلكونة عادي عمور وطي صوتك لو سمحت بس شوي استنى طب لو بيتخانق ولا استنى طيب يعني 5 دقايق احكي معاه انت ليش تريد عمور وط ممكن توطي صوتك شوي بس عشان عم تصور ما مشكلة وين اروح اطلع على البلكون طيب اطلع على البلكونة شو بالجو غايش مالك بس اصور مقطع طيب دقيقة خلص روح صور جوا غرفة كريم اروح اطلع فوق على غرفتك على فكرة عادي ترى غرفتك فاضية يعني ما بدي اطلع ناس ما بعرفهم على الغرفة يعني كيف احنا بتعرف وضع اوكي معلش بس على انا ولا على مين يا ابني لا بس انا ما تبي حاسس اني عرفني من امبارح سمعنا اغنيه عن جد انت بتحبها انت عارف ان انا بس مش بغني انت ايوه ليش لازم هيك دايما انت بس لك صور هون انت شو جابك عنا انت هذا مين جابه هون روح خلص روح اطلع فوق خلص انت بتبي والله العظيم احكي والله كسرتني هذا غلط معي هذيك والله انت قلت لي هذا بيعض اذا عصب شو ده والله رد علي هدي طيب بتجري هي ما بصير هيك شو مالك انت يا زلمه عادي الواحد لما بده يحكي فضه بيحكي يا ابني انت بتحكي لما بده يحكي الفضه خليني احكي طيب دقيقه انت شو دخلك انت ما حد دخلك فيه يا عم انا مالي يا عم اذا دخلت انت كسرت يا عم طلعوا برا خلينا نخلص موضوع ارجع واطلع صور برا والله اطلع صور برا احنا جايين بيت مين يا ابني الواد ده هبل انا هذا هزر اسمع كسرت الدنيا انت كسرت تليفونك وخربت البيت وكسرت ام الكنبات يلعن شكلك ولا كسر الكنباي دقيقه طب فهمه بالاول هبل صبح انا ما بقتش فاهم اطلع ولا انزل ولا اخرج من البيت وانا ما بقتش عارف اروح فين يلا اخرج برا انت كمان بسم الله انا مالي يا عم بوم جايز اسلام ماله اسلام ويلكم هاي الترحيب بتاعك